نسألك سي المنجي على السي اس اس، رأيك تشوف في السي اس اس نيو لوك كيما ترجي تقريبا؟ برشا ملاعبية دخلت، برشا ملاعبية خرجت، مدرب جديد، الناس كل سنة باش تشوف السي اس اس. ترجي بون على فكرة الجمعة اللي فاتت شفنا شوية السي اس اس، ما عندناش فكرة كيفاش باش تكون الفريق بوجه جديد. هو سي اس اس ما عاودوناش، راهو ما فماش استقرار في الفريق ولا في النادي، لان اليوم مالوريزمون لي مويان فينونسيي خلاو لي برشا جوارات غادروا نادي صفاقسي. لكن اليوم ديما ليدونتيتي دي كلوب ريست توجور لا ميم. اذا كان انتدبوا المدرب هذايا سوليناس وقبل المشروع هذايا، دونك جو بونس هذوما من المدربين اللي يتفرجوا بتاتر قبل ما ياخذ القرار النهائي باش يدرب النادي الصفاقسي. وهذا تكون معناها تكون له حاجه زاده في السي في نتاعو. نقول تو سامبلومون اللي ليدونتيتي اللي حكيت عليها نتاع النادي الصفاقسي، تحب ولا تكره، راهو ديما هذيك هي اللي باش تاخذ لاباز. ثم اوساتور باش تلقاها كيلكوز انديفيدواليتي اكثر من اللي بارابور على جوارات اللي مشاو، سي با لا ميم كاليتي. لكن اليوم الجماهير عنده ثقه في الملاعبيه هذوما، واليوم سي ان ماتش ريفيرونس، تحب ولا تكره، سي ان ماتش ريفيرونس. الفريق ونعودها اللي باش يكون ما يشكونش في المستوى اليوم كرويا وتكتيكيا، وكما قال خويا فاضل قبيله، راهو وحكينا ديما نحكيو فيه هذوما دون لي مومون ديفيسيل، تلقى الجزئيات، تلقى لي 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 معناها لي بوان، حاجات سور كوفران سور بالاريتي نجم تلقى لي بتي ديتاي. ميرسي بوكو سي فاضل. لي بتي ديتاي هذوما سي لي انديفيدواليتي كي اريف كريي لي ناتوندو دون لي مومون ديفيسيل، هذوما اللي حاجتنا بهم. انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم المباراه سورتو كو دو لابار دو كلوب سبورتيف ساكسيا اللي تفرجوا في مباراه الاتحاد المونستيري، سو كي ني با لو كا نتاع الترجي اللي باش تفرج ما تفرجتش في النادي الصفاقسي، باش تكون مباراه باش تبني عليها النادي الصفاقسي، تحب ولا تكره. لكن يرى ان بريسينغ تري او من الاول ديبي لو ديبي دو ماتش، باش جوست بور امبوزي ان جو نتاع النادي الصفاقسي. اليوم الترجي الرياضي التونسي اذا كان راهو متنجم تلعب ملاعبيه، كان اللي لا تكتيك اللي تحب عليها كان بالملاعبيه اللي عندك، ما تنجمش تلعب اون تكتيك وعندك جوارات كي نو سون با كابابل باش يلعب لك التكتيك هذيا. علاش انت اليوم راهو ماهيش مشكله المسكيني باش تنجم تحطو ارير دروا، اما لازمك تحضروا. اذا كان المسكيني الي ميور كميليو ديفونسيف نحطو ميليو ديفونسيف ونلعب ان 3 5 2 بوركوا با، لان اليوم قاعدين خاطر الدربالي ماهوش لاتيرال دروا، وشوف الكارير تبارك الله اللي عملها في الترجي الرياضي التونسي. دونك علي معلول نفس الشيء، شوف الكارير. انا وقت اللي قلت علي معلول في بارمي لي دي ميور ارير غوش او موند، ضحكوا لي في وجهي. اليوم علي معلول في بارمي لي ميور 5 او موند، 5 او موند. اي نعم. اليوم سامحني مش مبالغ فيها شويه في المنجي، ايش نقول لك حاجه ك ارير بيتور، ايش نقول لك حاجه، نقول لك الى تي لو دون لي 5 برومي كبيتور ارير غوش. كورز افان تاع يلعب في باريس سان جيرمان، علي معلول هذاك، لوكا ديني يلعب ما نعرفش في مانشستر ولا شكون ولا مانشستر سيتي ولا هذاك، عنده المستوى ايفرتون، عنده المستوى نتاع علي معلول. لا ديفيرونس ما بين هذوم الزوز سكو واحد تونسي والاخر فرنساوي، سكو نو اون كروا با بوكو على لا كاليتي نتاع الشامبيون نتاعنا. علي معلول من سي اس اس قداش خرج؟ بور ريان دو تو. اليوم ثم اوفر دو 15 مليون دورو ريفيزي بار الاهلي، 15 مليون دورو ريفيزي بار الاهلي، سي لا ديفيرونس. اليوم نعطيو لولادنا لي زونترونور لي زادجوان ان كوميتي دو ريكروتمون، تو تفكرني خاطر اليوم كلكو ديريجون يسبوا فيه كل يوم ومازال شاد المنصب، اون كوني لي ريزون. سيف نحط نسالك شويه تكنيك، سول حكي عليه قبيلك سي المونجي، اوكي ملعب ممتاز برشا فنيا هجوميا، لكن دفاعيا يخلي برشا مساحات وما يعاونش خاصه الظهير اللي معاه، نقطه ينجم يستغلها ترجي هذه. اكيد تفرجنا حتى عاملين وتفرجنا في اللقاء، وكان نقطه ضعف في المردود في الكوفرتور، الكوفرتور نتاع مع الريير، كان يحب الكره ديما عنده، كان التمبيراتور نتاع الملاعبيه اللي بيا نعرفوا احنا، يحب ديما الكره عنده في فور فيزيك ما يعملوش برشا، اما في سقيم لعب برشا. هنا شفنا نشوفوا صوله من احسن الاجانب الموجودين في تونس حق، معناه
عملناه ولا كنت فاجأت بالمردود الكبير اللي عم عملوا. ما تفرش فيه ماتش برك تفرش فيه ماتش ولا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة معناها ديما ديما نشوف فيه قاعد يحسن مع أنيس بوجلبان مع أنيس بوجلبان حتى مع الترينر الاسبانيول اللي جا بعد صحيت من بعد تعاود تفرش فيه مرة أخرى ما نقاش سولا اللي كان من الأول في دوبي سيزون اكيد مونتالمون تمس كي خرج لونترونور ما يحبوش انا نعرف اللي كوليس لونترونور اسبانيور ما يحبوش سولا ستيل هكا الجوار بروفو معناها بروفوكاتور ياخذ الكره ويمشي هو للديفونسور فهمتني عنده شويه شدان الكره على خاطر هو هذيك معناها الميتي نتاعو فهمت اسبانيوري لا يقول له باس سيب باس سيب معناها الاولى الثانيه ثلاثه وبعد ولا ماشي يلعب في جمله وعنده كاليتي نتاع الان كونتران وعنده عنده الدريب فاسيل معناها كرواسي كي كرواسي معناها باش تلقى ديفيكولتي كبيره لاسبيرونس نصور بالتشكيله 3 5 2 تاع لاسبيرونس ونصور المدرب الجديد ما عرفش على الخطه تكتيكمون تفضل تعرف افكتيفمون انا تقريبا معناها تبعت لي ماتش الكل اللي عملهم سوليناس ما يخلص لك انت فاضل في الناحيه هذه الساعه وجاوب مساء السيف تابعت مقابلته الودية انت نحن عندك فكره اكثر منا على السي اس اس كيفاش تشوف السي اس اس في النسخه الجديده هذه ومساش خليك تجاوب سيف سي بون في النسخه الجديده معناها النادي راضي الصفاقسي اول حاجه بتشوفوها اليوم حاجه غريبه النادي الصفاقسي العاده يستنى ليكيب معناها يستناها يلعب بلوك با تطلع ليكيب عليه يفك الكره وبعد يبدا الكونتر اتاك توا بتشوفوا ايماج جديده شنو لونترونور جديد هذا يلعب البلوك معناها يبريسي الفوق براتيكمون اخر ديفونسور اللي هو الاكسيال تلقاه في السونتر فهمت نتاع نادي راضي الصفاقس دونك يهبط معناها البلوك يلعب البلوك عالي الخطه دي مش تعب بها ماتش كامل تعب لازمك اثر الحضور البدني نصور بون الفيزيك سيزون صعيب شويه كي نجم يعملها بون ديبي سيزون قلت لك انا الساعه حتى في ديبي سيزون ديبي ليميسيون قلت لك ديبي سيزون مش باش تكون سهله المباراه لكن ثم خدمه كبيره معناها الامانه قام بها معناها الاطار الفني خاصه المعد البدني المعد البدني هذا اللي جابوه طلياني زاد جابوا لونترونور وتوسط وكانت ثم خدمه كبيره انا عينتها شفت كل معد بدني طلياني نعرف شو معناها طلياني افكتيفمون البريباراسيون فيزيك معناها حاجه معروفه هذه معناها ميد ان ايطالي معناها البريباراسيون فيزيك نتاع الجمعيات دونك كما قلت لك خاصه الفروشور نتاع اللاعبين الخطه البلوك العالي فهمتني وما معناها عرفت انت ديما كد 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 3 3 كد 2 3 يلعب زوج مهاجمين جرب خاطر هنا باش يقرا حساب الترجي للتونسي باش يلعب ثلاثه مدافعين جرب قد زوج سونتري معناها اسكو انا هي الخطه اللي تنجم ينجم ينجح بها معناها الحاجه الكاليتي لونترونور هذايا تو لحد الان بالنسبه معناها شيما تكتيك ما فما حد شيء واضح سيف لعب الكد 3 1 لعب الكتر الكت 3 4 3 ولعب 3 5 2 في الماتشات اللي زام يكون كل فهمت وساعات حتى في ماتش يبدا لك 3 5 2 يكمل بال 4 3 3 دونك سافوار معناها توا اليوم يمكن هو وشنو شيما تكتيك نتاع الترجي كذا لكن ما فما حتى ستيل دو جو لحد الان واضح في النادي راضي الصفاقسي حاجه برك انا تتفك الكره بعد تالي تتعدى للترانزيسيون اوفونسيف ترانزيسيون اوفونسيف معناها يحب الموبيليتي الملاعبيه معناها اللي تبوجي الكره تتحرك معناها شفت انت ابيل ابوي هذا اللعب هذاك هو اللي يحبه معناها ما يحبش زاد شدان الكره برشا ديما واقف الوقفه عنده وقفه على البنك مزيانه معناها تقريبا رومارك على البلاصه يرجع لي جوار معناها عرفت هذاك تحسه اونترونور واقف وفاهم وعارف شنو قاعد يعمل لكن اون اتوندون ماتش اليوم على خاطر ثم فرق بين لي زاميكو وبين لوفيسيل معناها ثم فرق أكيد. كبير اليوم ماتش تاع بعض الاجابه اكيد سي منجي فما مفارقه اليوم في السي اس اس عندك جارديان تقريبا برشا ناس يقول اللي هو احسن جارديان في تونس اللي هو ايمن دحمان وعندك جارديان تقريبا تالق اخر الموسم الماضي اللي هو محمد الهادي قعلول في بلاصه سيناس ورته شكون تلعب اليوم هو من نورمال باش يلعب قعلول طبعا لان اليوم ايمن دحمان جو بونس با لونترونور باش ياخذ ريسك ايمن دحمان حتى بور لا سويت دو سا كارير ليه برشا عنده ليغامون كروزي وكل الحمد لله على سلامته لو بلوز امبورتون سي كو لا بريزونس نتاعو باش يكون حاجه ايجابيه لقعلول لان هما اصحاب برشا ماك تعرف اعز اصحاب في ليكيب تاع الكره هما لي دو غارديان ثم حاجه تنجم تصير مشكله من بعد c'est que Galoul était remplaçant éternel نتاع ايمن دحمان اليوم قالول الى سنتي لو تيران دونك ثم برشا حاجات باش تتغير توا جو بونس با باش يساعدو يلعب بعد وراء ايمن دحمان كدوزيام غارديان هذه باش تكون هذه يلزم النادي الصفاقسي يعرف كيفاش يتعامل مع الشيء هذايا لان من حقه راه حارس مرمى لان ماك تعرف حارس مرمى ديما هو سي توجور دايور حتى في البريم دو ماتش الوحيد اللي ياخذ 100% كرومبلاسون هو الحارس مرمى لان سي توجور ديفيسيل سي توجور ديفيسيل دو فير ان شونجمون غيرو في اوكسير كي يمشي يلعب على الاكستيريور ما يهزش حارس مرمى رومبلاسون يهز ان اوتر اتاكون ولا ان
سونتر ديفانسور. هذا اللي خلى اللي اليوم قعلول تبارك الله الشيء اللي قاعد يعمل فيه حتى اخلاقيا بارابور على التواضع نتاعو في التيران وكل شيء. سان جارديا اكسبسيونيل تعلم برشا من ايمن دحمان. صحيح لكن سيمونجي ايمن دحمان يقعد ديما ايمن دحمان هاني بيان سور بيان سور هاني قلت لك فو سافوار جيري سا لان رجوع ايمن دحمان سي لوجيك. ايمن دحمان الحاجه اللي عجبتني برشا مع الجماهير نتاع نادي السيرسي صارت مشكله كبيره ما بينه وما بين الجماهير والجماهير سامحوا وعرف كيفاش يتعامل هو وطلب السماح. ثم برشا فرق اذا كان الملاعب ما يكونش معناه عنده مشكله مع الجماهير باش تقعد له ايترنالمون. اليوم النادي السفيرسي فهموا العمليه جماهير النادي السفيرسي وتحيه لهم اللي انا عارفه كيفاش تعاملوا وراهم والوليد هذايا جاوب جواب في الميدان وهذه نقطه القوه نتاع الملاعبيه خلات اللي اليوم صحيح. ايمن دحمان بارمي لي ميور غارديان اون افريك المشكله نتاع قالول سامحني نرجع برك لسيمونجي لحظه معناها باش نقول له كلامه. الحاجه الباهيه في قالول عنده ميزه باهيه اللي هو اول حاجه محبوب فيستير سي ان ليدر والثاني حاجه قالول ما يتقلق جمله من البنك معناها كان بنك معناها شد البنك على حاجه مش باهيه برشا هذه لا هو اني نعطيك انا حاجه هو موتيفي في الماتشوات لكن وقت اللي يجي يعوض غارديان عوض ديجا رامي الجريدي والقصراوي فهمتني وبعد تالي جاك يطلع ايمن دحمان كان اول واحد معناه يشجع فيه ويدز معاه هو قالول.